السلام عليكم. هذه المرة بغيت نشارك معكم واحد الحل من أجل تحبب ديال الملابس. هذه كتمة ديال ولدي تحببات ليا. حنا عارفين كاين شي مرات كناخدو شي حويجات كيتحببو من الغسل الأولى الثانية الثالثة على حساب. كاين دي ماشين اللي متخصصين باش يتحيدو هاد التحببات كيتباعو، كاين ديال 100 درهم 150 على حساب. ولكن كاين واحد الحل اللي في المتناول ديال الجميع وساهل وبسيط بزاف، هو هاد الآلة الحلاقة. هادي خصوصا هادي كدير درهم ونص ولا جوج فقط. ديجا جربت الاخرين اللي بلا كاليتي اكثر، ما كانش عندهم افيكاسيتي بحال هادي. المهم انا غادي نجربها على هادي، كندوزوها على التوب مزيان كنكرطو بها حتى كنحيدو التحببات كامله. انا غندوز عليها ونرجع نوريكم كي كتولي. هنا الكتمه من بعد ما استعملت اله الحلاقه كتشوفوا مزيان الفرق. انا صايبت رجل ورجل لا، فرق كبير وشاسع، ومن مره واحده صافي ما تبداش تعب مره اخرى. انا عاوتاني صايبت هاد اليد ما مصايباش وهاد اليد مصايبه، غير هي خاص تفرشي شي حاجه وتخدمي عليها لحقاش داكشي كيتفرتت شويه وكيوسخ الدنيا. نتمنى ان تكون استفدتوا من اليدي، وتا المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.